تعالوا بينا بقى نعمل فطاير حلوه جدا او عيش بالبطاطس. عايزه اقول لكم بقى ساعات الواحد بيبقى في البيت، الولاد عايزين يتعشوا، طيب مفيش عيش عندنا موجود، طب اعشيهم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض عشوة او فطار حلوين جدا، موفرين يعني، تحفه، سهل، مش محتاجه فيه ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. هنعمل عجينه ومش محتاجين لها كمان هي لا تتخمر ولا اي حاجه خالص. تعالوا بينا بقى نشوف فطايرنا النهارده والعيش بتاعنا اللي بالبطاطس النهارده شكله ايه، ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. مقاديرنا هتكون عباره عن كوبايتين من الدقيق، كوبايه ميه، رشة ملح ورشة سكر، دي العجينة بتاعتنا، ولا خميرة ولا أي حاجة خالص، تمام؟ أما الحشوة بتاعتنا برضو سهلة جدا، عندنا نص كيلو من البطاطس مسلوقة ومهروسة، عندنا كمان هنحط لها بقى كزبرة خضرة مفرومة، كوباية جبنة مشكلة، يعني لو عندك شوية جبن بقى كده خايفة ينشفوا في التلاجة ولا حاجة طلعيهم افرميهم عشان نحطهم عليها، شطة وملح وفلفل أسود، دي الحشوة بتاعتنا، زي ما انتم شايفين كمان نقدر إن احنا نستغنى عن الجبنة خالص تبقى الحشوة بطاطس بس. وللوش بقى نحتاج معلقتين من الزبده. زي ما انتم شايفين مقادير بسيطه وسهله بس صدقوني النتيجه حلوه قوي. يلا بينا بقى نشتغل ونبتدي نعجن عجينتنا. والعجن مش لازم عجان، ممكن نعجن على ايدينا ومفيش مشكله خالص. زي ما قلنا عندنا كوبايتين من الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلنا رشه ملح ورشه سكر. هو فين السكر يا جماعه؟ هو ده ايه بالظبط اللي هنا؟ ده السكر، ده شكله سكر. تعالوا بقى نحط السكر على الدقيق بتاعنا ونحط الملح بس عشان الطعم، حوالي كده ايه نص معلقه صغيره، ونبتدي نقلب الدقيق مع السكر والملح واحنا بننزل الميه الدافيه اللي هي من الحنفيه، ميه فاتره من الحنفيه، مش محتاجين دافيه علشان مفيش خميره فمش محتاجين حاجه خالص. هننزلها حبه بحبه لغايه ما نلاقي العجينه اتكورت ولمت معايا. يلا بينا، بسم الله. خلاص العجينه بتاعتنا اتعجنت، تمام، هي محتاجه تتعجن اكتر من كده شويه. بعد ما تتعجن بالشكل ده العجينه لازم تكون الى حد ما لينه شويه، هي فين العجينه بتاعتنا؟ بعد ما تتعجن تمام هبتدي ادهن الطبق بتاعي، طبق عميق كده بالزيت بدهنه بسيطه خالص، واغطيه واسيب العجينه بتاعتي بس 10 دقائق. انا محتاجه ان هي ترتاح من كتر العجن علشان تتفرد معايا بسهوله، انا مش محتاجه اخمر العجينه، محتاجه اريحها بس 10 دقائق، تمام؟ يبقى العجينه تتعجن، تتحط في طبق مدهون بالزيت، وبعدين تمام نسيبها ترتاح بس 10 دقايق. طيب بعد ما ترتاح 10 دقايق او ربع ساعه هبتدي اقطعها كور متساويه، يعني الكميه اللي انا عاملاها دي تعمل حوالي 6 وحدات من العيش. بدانا كده نقطع العجينه بتاعتنا بعد ما ارتاحت زي ما قلنا ربع ساعه، تمام، هقطعها كور متساويه زي ما قلنا. الكميه اللي احنا عاملينها النهارده تعمل حوالي 6 رغفه. اديكي بقى ايه تبتدي تعملي ايه الاول وايه تعمليه قبل ايه. لو هنعمل الوصفه دي بعد ما نخلص الهوا عشان نعشي بيها الولاد، يبقى على طول اول حاجه هنعملها ان احنا نسلق البطاطس. نسلق البطاطس الاول عشان هي دي اكتر وقت يعني، او اكتر حاجه هتاخد مننا وقت. على بال ما نسلق البطاطس بقى نكون عجننا وسيبنا العجينه بتاعتنا ترتاح، وبعد كده نبتدي على طول نشتغل.
عشان ايه نوفر وقت ومجهود على قد ما نقدر. ناخد سؤال سوشيال، يلا بينا. دي كبيرة شوية، ناخد منها حتة. تمام كده قطعناهم 6 كور متساوية زي ما انتم شايفين. تعالوا بينا يلا نبتدي نفرد العيش بتاعنا، بس قبل ما نفرده تعالوا نظبط البطاطس بتاعتنا. اتفقنا ان البطاطس بتاعتنا مسلوقة، ودايما بقول لو هنهرس بطاطس يبقى هرسها اول ما تطلع من النار وتتصفى تتهرس على طول، ده افضل نتيجة هتاخديها. تمام طيب كده هنهرس البطاطس او نعيد بقى عليها كده عشان هي بعد ما بتبرد بتمسك في بعضها شوية. وابتدي احط بقى عليها، يلا نحطها في ايه طبق اكبر. بسم الله رجعت على هرس البطاطس، احط عليها شوية شطة، ده طبعا على حسب الرغبة. حط كمان ملح وفلفل. سهير بتسألنا ينفع كيك الرواني من غير سيمولينا؟ ينفع وتستبدله بدقيق عادي. تمام بس هي طبعا بتبقى حلوة قوي بدقيق السيمولينا، بيبقى خف. تمام عاملة مربة جزر، وبتسألنا ينفع نشيل جزء من الفريزر؟ أي مربة عاملاها وعاملة كمية أنا بعمل كده، بحفظها، بحفظ الاغلبيه في الفريزر، وكل ما اخلص اللي في البرطمان اطلع جزء من اللي انا حاطاه في الفريزر احطه في البرطمان وابتدي استخدمه. احط كمان الجبنه يلا. يلا نخلط بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا. حطينا البهارات اللي هي ملح وفلفل وشطه، ممكن كمان رشه من الكمون. حطينا الكزبره الخضراء المفرومه، ممكن تحطي شبت لو بتحبي طعمه. ممكن كمان نحط بقدونس، يعني كل واحد في خضره معينه، نوع خضره معينه كده بيحبه، فاللي بتحبوه ضيفوه. حطينا كمان الجبن المشكله. وهبتدي اخلط الدنيا كويس قوي. وبقت دي الحشوه بتاعتنا النهارده. زي ما قلنا لو الجبن مش متوفره مش هنوقف عليها ومش هنحتاجها، عادي نحشي بطاطس بس بيطلع برده طعمها حلو قوي قوي كده. تمام يلا بينا بقى نفرد العيش بتاعنا، بس نفرد دي كده الاول. بعد ما بنكور العجينه بتاعتنا يفضل ان احنا برده نسيبها 10 دقائق كده متغطيه علشان تبتدي ترتاح واعرف ان انا افردها. هجيب معلقه علشان احشي، اخد جزء بقى من الحشوه واحطه على العيش اللي انا فردته شويه واقفل عليه. اقفل كده تمام وارجع اقلبها الناحيه التانيه وابتدي افردها بحشوتها. يبقى احنا كده ايه حشوتنا في النص وهنبتدي نفردها جوه العيش بتاعنا. افردي بقى ورقي على قد ما تقدري. خلصنا فردناها كويس تمام بالشكل ده. طيب هنجيب حاجه نحط عليها ونفرد واحد كمان وبعدين نبتدي نسوي. نعمل واحد كمان ونبين الطريقه تاني. يبقى في البدايه بفرد كوره، وتعالوا بينا يلا نفرد الرغيف اللي احنا حشيناه بحشوه البطاطس. زي ما قلنا نحاول نرق على قد ما نقدر. لو حته اتفتحت مفيش مشكله نلزقها تاني. زي الفل
يلا بينا بقى. حاطين طاسة على النار تسخن، هاخد الاتنين اللي انا عملتهم عشان نسويهم. الطاسة بتسخن على النار وابتدي احط فيها يعني نقطتين زيت كده. وبالفرشة وزعهم. كده الطاسة بتاعتنا سخنت والنار متوسطة. هبتدي اخد واحد من الرغيفة اللي انا عملتها عشان اسوي. يبقى الطاسة سخنة، النار متوسطة، دهنين دهنة بالزيت، تمام. وهنبتدي نحط العيش بتاعنا على ناحية، واما الاقيه اخد لون حلو من ناحية ابتدي اقلبه الناحية التانية. احنا بقى على نار متوسطة كده عشان اتأكد ان العجينة بتاعتي استوت وتمام التمام. مش نار هادية، نار متوسطة، تمام. واول ما ياخد لون من ناحية ابتدي اقلبه الناحية التانية. يلا بينا نقلبه. هيبتدي بقى يستوي ويبتدي يلون معانا، وهيديكي في الاخر نتيجة روعة، والولاد هيجوا ياكلوا الساندوتش او الفطيرة اللي احنا عاملينها السهلة دي. تلاقوا الجبنة بقى بتمط والبطاطس طعمها حلو جدا، متبلينها وحاطين لها كزبرة وملح وفلفل وشطة ومظبطين الدنيا، فهتعجبهم جدا جدا ان شاء الله. عايزكم تخلصوا الحلقه وتجربوها ان شاء الله، بجد هتعجبكم قوي. وزي ما انتم شايفين مقادير بسيطه، يعني كوبايتين دقيق وبطاطستين، وهنقوم نعمل شويه فطاير للولاد تحفه. العيش بتاعنا اول ما يطلع بقى بعد ما يتحمر كده وياخد اللون الجميل من ناحيتين، على طول بندهنه دهنه خفيفه بمعلقه زبده كده، يعني بفرشه، وهاخد من الزبده بسيط وابتدي ادهنه علشان يلمع كده ويبقى كمان طعمه وريحته هايلين جدا. نقلب الناحية التانية. شايفين بدأ اهو ياخد لون حلو. زي الفل. عيش البطاطس اللي احنا عملناه مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، تسويته سهله، مش محتاجه فرن، مش محتاج تخمير، مش محتاج مكونات كتير، فان شاء الله تخلصوا وتعملوه. عايزه افتح لكم اللي احنا لسه مسوينه على الهوا، تشوفوا مع بعض من جوه اخباره ايه. بسم الله. بصوا شايفين بقى، والجبنه اللي سايحه جوه وبتمط، تحفه جدا جدا ما شاء الله. ايه دي الحشوه، حشوه البطاطس تحفه، ريحتها حلوه قوي، وان شاء الله كمان طعمها يعجبكم جدا جدا. يلا بقى جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. تعالوا نكمل اللي على النار، نكمل تسويته. وزي ما قلنا كمان مفيش حاجه هتوقفك، مفيش جبنه مفيش مشكله، هنعمله برده ببطاطس بس، والله بيطلع طعمه رهيب. حاجه واحده بس تخلي بالك منها وانت شغاله، اهم حاجه بعد ما تحشي وتفردي، افردي على قد ما تقدري، كل ما فردتي اكتر كل ما النتيجه هتبقى حلوه جدا، تمام. ايه دي اللي على النار، حاطين يا دوبك هي معلقه زيت في الطاسه بتاعتنا، طاسه تكون ما بتلزقش، والنار متوسطه، وعمالين نقلب بقى من هنا لهنا، كل ما ياخد لون من ناحيه نقلب الناحيه الثانيه، والدنيا تمام وزي الفل لغايه ما اتاكد ان هو خلاص كده استوى. هبتدي اديله بقى دهنه من الزبده تخلي كده ريحته وطعمه هايلين جدا وهو سخن. بس ان الدنيا تمام، نستوي وبعدين ندهن ونرفع على طول. يلا المقدار ده بيعمل 6 أرغفة من اللي احنا عاملينها نفس المقاس كده، فما شاء الله كميه حلوه بكوبايتين دقيق، عشوه محترمه او فطار حلو جدا جدا، خصوصا لما نكون متجمعين كده بنبقى حابين الفطار يبقى مختلف ومميز. هنقدمه بقى مع شويه سلطه مخللات والدنيا كده تمام وزي الفل. نقول مقاديره تاني علشان مي طلبته مننا دلوقتي. مقادير عجينتنا كانت بسيطه جدا، كانت عباره عن كوبايتين من الدقيق المنخول، كوبايه ميه من الحنفيه عادي جدا، رشه سكر، رشه ملح. عجننا كل الكلام ده مع بعض كويس قوي، العجينه تكون الى حد ما لينه، سيبناها ترتاح بس 10 دقايق، قطعناها 6 كور وسيبناها ترتاح تاني 10 دقايق.
قبل ما نبدا نعمل العجينه هنسلق نص كيلو اتنين يعني من البطاطس الكبيره كده على النار، واول ما نسلقها هنهرسها ونحط عليها ملح وفلفل ورشه شطه وجبن مشكله لو متوفره عندنا وكزبره خضراء مفرومه. هنقلب الكلام ده كله مع بعض كويس ونحشي بيه العيش بتاعنا. بعد ما نفرده شويه نحط الحشوه في النص ونقفل عليه على الحشوه، وبعد كده نرجع نفرده تاني هتبقى الحشوه في النص بالظبط زي ما انتم شايفين كده. والتسويه معلقه زيت على طاسه سخنه على نار متوسطه لغايه ما تاخدي اللون الجميل ده، دهنه بسيطه خالص من الزبده علشان يلمع ويبقى له طعم حلو.